أهلا بكم بالحصاد عبر التغيير يتوالى على تقديمه على إجبوري وأنا حلا يغمور ونبدأ بالعناوين. هذا دم شوفه، هذا دم راحت العزيزة. العزيزة راحت. استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة بسقوط صاروخي كاتيوشا على منزلهم في بغداد، والكاظمي يأمر بفتح تحقيق فوري ويشدد على منع العصابات من تنفيذ مآربها. الكاظمي يؤكد لوزير دفاع إيطاليا أن حكومته تواجه تحدي السلاح المنفلت، وخبراء يرون أن العلاقة بين بغداد وواشنطن تمر بأزمة حقيقية ومفتوحة على كل الاحتمالات. مع قرب سنويتها الأولى، الشيخ جمال الضاري يؤكد أن ثورة تشرين رسمت ملامح جديدة للعملية السياسية في البلاد، وشباب التحرير مستمرون بترديد نريد وطن. بتصنيفه أحد كبار الفاسدين، اعتقال المتهم سعد جميل هويدي مدير دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية وفق قانون تصل عقوبته إلى السجن ل10 سنوات. ومن عناوين حصادنا إلى تفاصيله، والبداية من الكارثة التي حلت على العراقيين مساء اليوم بسبب صواريخ الكاتيوشا التي تترى على رؤوسهم، حيث استشهد وأصيب 7 مدنيين جراء سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد. وأكدت مصادر أمنية أن الصاروخين سقطا على أحد المنازل وأسفرا عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة شخص واحد، مبينة أن إطلاق الصاروخين كان من حي الجهة. وأظهرت صور حصلت عليها التغيير أثر الدمار الذي لحق بالمنازل والضحايا أثناء استخراجهم من تحت الأنقاض. وأضافت المصادر أن الهجوم بالكاتيوشا هو الأول من نوعه بعد تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسياسيين العراقيين من التهاون في حماية البعثات الدبلوماسية، في حين دعا مراقبون لتكثيف الجهد الاستخباري والأمني لكشف استهداف البعثات الدبلوماسية. في غضون ذلك، أصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانا شديد اللهجة بعد استشهاد عائلة عراقية بسقوط صاروخي كاتيوشا على منزلها قرب مطار بغداد. القيادة قالت إن العصابات أقدمت على ارتكاب جريمة جبانة ببغداد من خلال استهداف منزل عائلة بصاروخي كاتيوشا، أسفرا عن استشهاد 6 أشخاص وهم 4 أطفال وامرأتان وجرح طفل آخر، وكان مكان الانطلاق من منطقة حي الجهاد. نعم، وأشار البيان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإيداع القوة الأمنية الماسكة وكل الجهات الأمنية المعنية بالتوقيف تلك الجهات التي تمسك الأرض لتقاعسها عن أداء مهامها ومعاقبة كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروق الأمنية أو الخروقات الأمنية، مبينا أن الكاظمي أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات. وأضاف البيان أن الكاظمي دعا جميع الأجهزة الأمنية إلى ضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية، مشددا على عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل. إلى ذلك، حيث كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن وجود جهات وصفها بالمشبوهة والتي تعرض السلم الأمني للخطر. وشدد السيد الصدر على وعبر تغريدة على موقع تويتر جاءت عقب هجوم الكاتيوشا الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، شدد على ضرورة تحكيم العقل والشرع وحب الوطن قبل الإقدام على أي أمر يجر البلاد للحرب الأهلية والاصطدام الشيعي الشيعي أو الطائفي على حد تعبيره، مختتما التغريدة بوسم العراق أمانة في أعناقنا، وقائلا إن الدم العراقي حرام على العراقي.
من جانبه حذر رئيس تيار الحكمة سيد عمار الحكيم من وجود مخطط لتدمير العراق وجره لأتون الفتنة وصراع الإرادات. نعم السيد الحكيم زميلتي نشر في تغريدة له على موقعه بمنصة تويتر، قال في تلك التغريدة، قال فيها: نتكرر استهداف المنشآت العامة والخاصة لا سيما في العاصمة بغداد، وأخيرها تعرض منازل في منطقة الرضوانية للقصف الذي أدى إلى سقوط شهداء، ينم عن وجود مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الإرادات، معربا عن استنكاره لتلك الأعمال الإجرامية وحاثا الجهات المعنية على الإسراع بمعالجتها ومعرفة مسبباتها ومسببيها وتقديمهم إلى العدالة وعدم التهاون مع تعريض هيبة الدولة للخطر. هذا ويقف العراق على مفترق طرق بين مفهوم الدولة ولا دولة في ظل استمرار خلايا الكاتيوشا بممارساتها التي قد تذهب بالبلاد إلى المجهول أو تذهب بالبلاد إلى المجهول. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تخطئ الكاتيوشا هدفها مرة أخرى، لكنها وكعادتها لم تخطئ استهدافها لحياة العراقيين ودولتهم، تبالغ في كرهها للحياة ومفهوم الدولة، تترك النهايات مفتوحة لكل الاحتمالات، لكن الاحتمال الأقوى هو القضاء على الوطن. هذه المرة تمعن خلايا الكاتيوشا في إجرامها، تزهق حياة العراقيين لا ذنب لهم إلا قرب منزلهم من مطار بغداد الدولي الذي يعتبر هدفا مميزا بالنسبة إلى الفصائل المسلحة كونه يضم قاعدة أمريكية. وتبقى المأساة الكبرى التي تخلفها ممارسات الفصائل المسلحة هي سعيها المتواصل لإضعاف هيبة الدولة واستهدافها المتكرر للمصالح الأجنبية، ما ينذر بأزمة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية ناهيك عن احتمالية تعرض العراق لعقوبات اقتصادية. يمر العراق بلحظات تاريخية وعلى جميع الأطراف السياسية حسم موقفها قبل أن تحسمها خلايا الكاتيوشا بدلا منهم، فأما دولة المؤسسات أو دولة الميليشيات. مشاهدينا الكرام، والوقوف على الأحداث التي عصفت بالعاصمة بغداد وتعرض عائلة عراقية إلى قصف بصاروخي كاتيوشا أدى إلى استشهاد عدد من أفرادها، تنضم معنا مراسلتنا من بغداد الزميلة ندى المرسومي. مرحبا بك زميلتي إلى حصاد التغيير والبداية. يعني إلى أي درجة تعتقدين بالفعل أنه ما جرى اليوم يحتاج إلى تحرك حقيقي، خصوصا وأنه طال عائلة مدنية؟ صفي لنا الأوضاع القريبة منك طبعا بالتأكيد. نعم مساء الخير جميلي على يعني الأوضاع بالعاصمة العراقية بغداد في ظل التوترات التي تشهدها من خلال تكرار عمليات القصف سواء على المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي، تسببت بخلق الخوف والرعب لدى المواطنين. طيب. لا سيما سكان المناطق القريبة من الخضراء ومطار بغداد. هذه الاستهدافات تخطت الحدود ووصلت بمدى التجاوزات والخروقات إلى أبعد ما يكون، لتصل إلى إزهاق أرواح بريئة من المواطنين عزل. فقط خلف صاروخ انطلق من منطقة حي الجهاز نحو مطار بغداد، لكن استهدف إحدى المنازل وأصاب أطفال ونساء. طبعاً هذه العائلة التي تسكن قضاء بغراد مقاطعة في منطقة المستريا والشعار قرب الجامع الرقيب، هذه العائلة هي من الحال يعمل رجالها في سلاحة أراضي إحدى العوائل في المنطقة. طيب. لذلك لم يتواجد كلهم سوى الأطفال والنساء لانشغال الرجال في أمور الزراعة. ضحكت تلك الصفحات في الشهداء وطفل ينازع الموت الآن. سكان القرية طبعا تكفلوا بأمور التشييع والدفن وإن شاء الله. يعني لربما عاد الرجال أو ذو الأطفال من عملهم ليجدوا أمامهم هذه النكبة الحقيقية. زميلة ندى، أفهم من كلامك بأن هناك سخط شعبي
على مجاميع الكاتيوشا التي لا تتوانى في إطلاقها في كل لحظة؟ نعم زميلي علاء، يعني الصخب الشعبي وأيضا الرفض لكل عمليات الاستهداف، لأن هذا الاستهداف ليس الأول الذي يستهدف عائلة. يعني سبقوا أن أصيبت عوائل في منطقة الجادرية والمنازل القريبة من المنطقة الخضراء عند استهداف المنطقة الخضراء وتحديدا السفارة الأمريكية. هذا يعني الرفض ليس فقط رفض جماهيري، وإنما رفض على مستوى يعني شخصيات سياسية، شخصيات أكاديمية. من المهم الآن أن يكون هنالك تنسيق عالي المستوى بين القوات الأمنية والمواطنين، طيب، لعدم إعطاء فرص أخرى لأحدها مهما كانت اسميتها أن تزيل الرعب وتسبب بإزهاق أرواح المواطنين. أيضا توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المتحدث الكاظمي بإيجاع القوة الأمنية الماسة للمنطقة التي انطلق منها الصرخ هو إدراك حقيقته أبدا. المنظمة الأمنية تسجل جهود استخبارات، ومن الممكن إدراك كل خطاطة في هذا الموضوع وفق آلية معينة يمكن من خلالها إخضاع مجموعة من خريجين سكنت هذه المناطق إلى دورات وتدريبات. يعني هذا المقترح أغلب المتابعين من شأن الأمن تنفيذه، أن يكون هنالك تعاون ما بين المواطنين ما بين القوات الأمنية، لكن وفق آلية معينة للمتابعة تكون على هيئة شفتات نهارية وليلية ومتابعة كل ما يدور في تلك المناطق من تحركات مشبوهة. نعم الزميلة ندى المرسومي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي وافيتنا بها. ونكمل أمنيا، حيث قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار. نعم زميلتي الكاظمي، أكد خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورينز جويني والوفد المرافق له أن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجماعات الخارجة على القانون. وبين الكاظمي أن عصابات داعش الإرهابية لا زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلايا النائمة، مؤكدا أن القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها. من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية ضمن الالتزامات الدولية المعمول بها. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز سلطة الدولة وسيادتها في فرض القانون، فضلا على تطلع العراق لبناء علاقات متينة مع محيطه الإقليمي والدولي مبنية على أسس المصلحة المشتركة للشعوب والبلدان. وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على الدور الإيجابي للعراق في مسار علاقاته الخارجية ومنع التوترات المختلفة في التأثير على هذا المسار من خلال دعم سيادة الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون وتوفير الأمن والاستقرار. هذا وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي أهمية دعم الدولة وتحقيق سيادتها في فرض القانون من خلال الأجهزة الأمنية وبما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد. نعم، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك من التزامات العراق وفق المواثيق والأعراف الدولية ومنع الاعتداءات عليها والتي تؤثر على سمعة البلاد في المحافل الدولية. وتناول اللقاء أيضا أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية ومنع أي فرصة للمتطرفين في زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم. إلى ذلك، أكدت تقارير غربية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أصدر تحذيرات حول إغلاق السفارة الأمريكية
حث فيها فصائل الحشد الشعبي على اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات المحظورة التي تهاجم البعثات والقوات الأجنبية في العراق. وأشارت التقارير إلى أن تحذير الولايات المتحدة للحكومة العراقية من اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات في البلاد زعزع المشهد السياسي، مبينا أن وحدات الحشد الشعبي تتعرض الآن لضغوط شديدة من جميع الاتجاهات لإبعادها عن الميليشيات المحظورة التي تستخدم وحدات الحشد الشعبي كغطاء لهجماتها ضد البعثات والقوات الأجنبية. واعتبر التقرير أن الفصائل داخل الحشد الشعبي انقسمت بشكل حاد، موضحا أن الميليشيات الخارجة عن القانون تشعر بالضغط لأول مرة وتشكو الخيانة. هذا وحذر خبراء استراتيجيون من أن العلاقة بين أمريكا والعراق تمر بأزمة حقيقية ومفتوحة على كل الاحتمالات. نعم، وأشار الخبراء إلى أن محاولات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المكثفة والواضحة للتخلص من سطوة أشباح الأمن والفساد والدولة العميقة على الدولة كانت تعمل بسرعة أكبر وتأثير أوضح من إصلاحات الحكومات أو الحكومة. وحذر الخبراء من أن العراق يمر بلحظة تشكل تأريخا فاصلا على القوى السياسية، أو أن القوى السياسية مطالبة بأن تحسم خياراتها قبل أن يحسمها الآخرون عوضا عنها، فإما دولة المؤسسات الصحاح وإما دولة الأشباح والسلاح. الإسراع في إنجاز مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل كان محور لقاء جمع محافظها فرسات صوفي مع القنصل الأمريكي في أربيل روب وولر. وذكر بيان لمكتب المحافظة أن الأخير بحث مع القنصل الأمريكي عددا من الملفات كان في مقدمتها إكمال مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل ومقترح توقيع مذكرة لإطلاق مشروع توأمة أربيل مع مدينة ناشفيل الأمريكية. من جهته أكد محافظ أربيل أن المحافظة ترحب برجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، مبديا استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع بإنجاز مبنى القنصلية التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والتي تم وضع حجر الأساس لها عام 2018. مشاهدينا الكرام، هذا الحصاد مستمر وفيه بعد الفاصل. العراق بين تشريني الإصلاح، فمع قرب سنويتها الأولى شيخ جمال الضاري يؤكد أن ثورة تشرين رسمت ملامح جديدة للعملية السياسية في البلاد، وشباب التحرير مستمرون بترديد نريد وطن. مع قرب حلول الذكرى الأولى لتظاهرات تشرين الإصلاحية والتي أعادت رسم الخارطة السياسية في العراق، قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر إن العراق على أعتاب موعد مهم لإحياء ذكرى ثورة تشرين التي رسمت ملامح جديدة للعملية السياسية في البلاد بدماء الشهداء وهتاف المتظاهرين للوطن بعيدا عن الانتماءات الدينية والقومية. نعم، وأوضح الشيخ جمال الضاري أن الأبطال نجحوا بوضع خطوات التغيير الأولى، وستستمر ثورتهم السلمية حتى بناء دولة أو حتى بناء دولة مدنية تتسع لجميع العراقيين. استعدادا لإحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين، تنطق العقول العراقية المسؤولة والمطالبة بوطن حر ومستقر بشعارات ترفع اسم العراق عاليا. وتزامنا مع انطلاق الذكرى، ينتشر شباب عراقيون في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد راسمين شعارات وصورا تعكس أهداف الثورة السامية. ناجي أبو لوز يحمل التفاصيل. بادئ ذي بدء ثمة صبح يتنفس هنا، وهنا بغداد مدينة السلام، فسلام على من رحلوا فداء للعراق، وسلام على من يتنفسون الحرية.
فيرسم الوطن بيد بناته وأبنائه جيلا بعد جيل بمدرجة الفخار وثورة الوطن لا غيره. يأتي القول الراسخ والعقل الرصين بكلمات ثابتة إحياء لاحتجاجات العراق التي انطلقت في الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 2019، وفي ميدان يحمل اسم التحرير، تحرير من الظلم والفساد، تحرير من الفقر والاستبداد، واستبداد السراق أقصى ما يكون. رحل الشهداء وحمل من بعدهم جيل راية الحق فقالوا كلمتهم الأولى. الله الله علم بيدي مو قناول، علم بيدي مو قناول، والله ما جيتك أقاتل، والله ما جيتك أقاتل، الله الله أنا أخوك وترمي ليش ظهر تخطر أعيش. بعدنا ريد وطن، واسم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، وهم المطالبون بالسلم والسلام لا بالقتل والاستهداف والفتنة. وبعيدا عن ركوب موج الثورة الوطنية، فهذا صوت ينادي بما تنادي به الوجوه الساعية نحو الوطن. إذا كان الوطن هو البوصلة، لا شيء غيره، لا شيء قبله ولا شيء بعده. موعد الثائرين ليس مجرد وسم، بل هو شارع تفتح فيه المطالب بالوطن ويقولون بلسان واحد لا هدف لهم سوى البلاد، كل البلاد. فمن يريد الحياة كأنه يريد ثورة ألوانها العراق. وإلى ملف آخر في الحصاد عبر التغيير، فها هي أصنام الفساد وأزلامه التي عاثت في مقدرات العراقيين وخيراتهم وقوتهم لسنوات، تتساقط تباعا كتساقط الأوراق في فصل الخريف. وها هو القضاء العراقي النزيه يقول كلمته الفصل مرة أخرى بحق فاسد آخر يضاف لقافلة من سبقوه من الفاسدين، ويصدر أمر قبض بحق مدير دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية سعد جميل إهويدي. وها هي أصنام الفساد وأزلامه التي عاثت في مقدرات العراقيين وخيراتهم وقوتهم لسنوات، تتساقط تباعا كتساقط الأوراق في فصل الخريف. وها هو القضاء العراقي النزيه يقول كلمته الفصل مرة أخرى بحق فاسد آخر يضاف إلى قافلة من سبقوه من الفاسدين، ولكن هذه المرة في هيئة الاستثمار الوطنية إحدى الدوائر الحكومية المهمة، حين ظن المدير العام لدائرة النافذة الواحدة فيها سعد جميل هويدي أنه محصن في وجه القضاء وأنه لا أحد أقوى من جبروته وفساده، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت القضاء، واليد التي تمتد لنهب العراقيين أو ابتزازهم ستطوقها الأغلال وإن طال أمد الفاسدين. سقط إذن فاسد آخر طالما عاث بالإدارة التي اؤتمن عليها وخانها، فقضايا الفساد الموجهة ضد المذكور كثيرة، ولعل أبسطها أخذه رشوة مقدارها 300,000 دولار من شركة استثمارية بخصوص مشروع الرحاب السكني. وأظهرت وثيقة أمر القبض الصادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد هويدي وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل، وهو قرار يختص بمعاقبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، فيما تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات. هذا ويشار إلى أن دائرة النافذة الواحدة إحدى أهم دوائر هيئة الاستثمار وأكثرها صلة بالتعامل بين الدولة والمستثمرين، والتي طالتها شبهات فساد عديدة خلال السنوات الماضية. مذكرة إلقاء القبض على سعد جميل هويدي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء العراقي هي تأكيد جلي على نزاهة القضاء العراقي وقوته، وخطوة عظيمة
تعيد للعراقيين الثقة بنزاهة قضائهم العادل والقوي، والذي لا يخشى العابثين ولا يهاب الفاسدين. وللمزيد مشاهدينا حول هذا الملف تحديدا، ينضم إلينا القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية السيد صلاح الكبيسي. أرحب بك سيد صلاح في الحصاد عبر التغيير، ونبدأ يعني من تحركات حكومة الكاظمي في محاربة الفساد. كما تعلم يعني رئيس الوزراء يخطو خطوة تلو الأخرى يوما بعد يوم في هذا الإطار، فبداية كجبهة إنقاذ وتنمية كيف تنظرون أو ما هو موقفكم من هذه الخطوات؟ نعم، تحية لك سيدتي الكريمة ولمشاهدي قناة التغيير الفضائية. يعني لا يخفى على أحد السنوات السابقة منذ عام 2003 ولحد الآن فساد كبير مستشري، بعض السياسيين ثبت عليهم الفساد وأتباعهم للأسف، وأصبح الفساد مستشري في كل مؤسسات الدولة، الاقتصادية، الأمنية، العسكرية، وحتى الجهات الساندة للقضاء العراقي النزيه في المؤسسات التربوية وغيرها. وكما كان في تقريركم أيضا حول رئيس هيئة مسؤول النافذة الحرة في هيئة الاستثمار، أختي العزيزة، الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة. أعان الله الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والسيد الكاظمي في هذه المهمة، مهمة صعبة تحتاج إلى تضافر الجهود وتحتاج إلى دعم شعبي كبير لكي يتصدى السيد الكاظمي وحكومته لحيتان الفساد. طيب يعني الأستاذ صلاح الكبيسي، مرة أخرى مرحبا بك إلى حصاد التغيير، ولكن هؤلاء الفاسدون الذين نتحدث عنهم تقف خلفهم طبعا البعض، بعض الأطراف أو القوى السياسية الفاعلة، ألا تعتقد بأن المهمة ستكون شاقة وأن هذا الدعم الذي تحدثت به على المستوى الشعبي يجب أن يقابله دعم آخر سياسي أيضا حتى تتمكن سفينة الإصلاح من الإبحار بروية وبسلاسة بفعل؟ بالتأكيد أنا ذكرت أعان الله السيد الكاظمي وحكومته، لأن المهمة صعبة وشاقة وتتخللها مخاطر كثيرة. بالتأكيد الدعم السياسي مطلوب، دعم الكتل السياسية. نحن اليوم هناك كتل سياسية كثيرة تقف بوجه الفساد. الصفة الغالبة اليوم نظرة الشارع العراقي أن الفساد يتمثل بالكتل السياسية، لكن هذا الأمر أخي الكريم، هناك كتل سياسية متورطة فعلا بالفساد، وهناك كتل غير متورطة، لكن الصفة الغالبة أن الكتل السياسية كان لها يد في الفساد ودعم الفاسدين. نعم، يجب أن تتضافر الجهود الشعبية والسياسية في دعم خطوات الحكومة. منذ سنوات ما شهدنا أبدا حملة كهذه الحملة من مطاردة الفاسدين والقبض عليهم. هناك حيتان كبيرة تمت صدور مذكرات القبض عليهم. نعم، الرجل يحتاج إلى تضافر كل الجهود لدعمه في هذه المهمة الشاقة والخطرة. طيب جدا. طيب سيد صلاح، يعني إذا ما أردنا النظر إلى محاولات محاربة أو القضاء على الفساد في الفترات الماضية، يعني إلى ماذا تعزو مواطن الخلل في الحملات السابقة إذا ما وجدت؟ يعني هل هو نقص تشريعي أم قانوني أم مشكلة تكمن بآليات التنفيذ أم تمكن الفاسدين؟ يعني لماذا يحصل كل ما يحصل في العراق؟ يعني إحنا لاحظنا سابقا هناك مكاتب المفتشين العامين، هناك هيئة النزاهة، في زمن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق المستقيل شكل مجلس مكافحة الفساد. للأسف يعني كل هذه الإجراءات كانت آلياتها معطلة ولم تكن هناك جرأة أيضا في ملاحقة الفاسدين. يعني بعض رؤساء الحكومات السابقين لم يكونوا جريئين أبدا في ملاحقة الفاسدين. طيب ما السبب أستاذ صلاح؟
ما السبب في ذلك؟ يعني أنت لربما تتهم الآن رؤساء حكومات سابقة بالضعف أو لربما في التهاون في قضية ملاحقة الفاسدين، ما هي الأسباب التي تمنعهم من القضاء على الفساد وملاحقته، خصوصا إذا ما علمنا بأن الفساد أثقل الجراح بالنسبة للعراق، وها هو الاقتصاد لربما يتهاوى أمام أنظارنا؟ يعني حجم الفساد الموجود اليوم في جسد الدولة العراقية يتحمل مسؤوليته بالتأكيد كافة الحكومات العراقية السابقة، من رئيس الحكومة إلى آخر وزير موجود في الحكومة. نعم هناك تقصير في الإجراءات، قد يكون تخوف من تطبيق الإجراءات، قد تكون الآليات كانت عقيمة أو أن الآليات المتبعة كانت غير ناجعة في التطبيق، وبالتالي الجميع مقصر في الفترة السابقة. اليوم حكومة السيد الكاظمي بحاجة إلى دعم كامل سياسي والشعبي، لأن إجراءات الرجل لاحظة جريئة، هناك إجراءات فعلية وليست كلامية في تطبيق أشد العقوبات والإجراءات الصارمة بحق المفسدين. طيب ما دمنا نتحدث عن الدعم، وزارة المالية طلبت الدعم اليوم، يعني كما تعلم سيد صلاح العراق يمر بأزمة مالية خانقة في الفترة الأخيرة، وزارة المالية طلبت اليوم من مجلس الوزراء يعني تشريع قانون الاقتراض المحلي لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين، كيف وصل العراق إلى هذه المرحلة؟ يعني تراكم الفساد في السنوات السابقة وصلنا إلى نتيجة اليوم أن العراق غير قادر على دفع رواتب مرتبات الموظفين. يعني اليوم إحنا قارب الشهر على الانتهاء، ما بقى من الشهر غير يومين فقط، كافة موظفي الدولة ما استلموا رواتبهم، وهذا إجحاف في حق المواطن العراقي، إجحاف في حق الموظفين. هذا الأمر يعود إلى سنوات سابقة من الفساد، هذا الفساد اللي نهش في جسد الحكومة العراقية وأوصلنا إلى الحال اللي وصلنا إلى اليوم. كل الحكومات السابقة تتحمل ما يحصل اليوم من انهيار بالاقتصاد العراقي. يعني من المعيب والمخجل أن العراق الدولة الغنية، الدولة النفطية، الدولة ذات الإمكانيات الاقتصادية الهائلة، يصل إلى مرحلة اليوم غير قادر على دفع مرتبات الموظفين. طيب ولكن يعني الاستثمار، أستاذ المشاريع غيرها توقفت. يعني قبل الاستثمار، قبل الاستثمار إذا لم يستطع العراق دفع رواتب موظفيه، فكيف سيؤمن المستثمرون بأن يأتوا إلى العراق ليستثمروا على أرضه؟ وهنا أقول ذكرت أيضا مرة أخرى الحكومات السابقة، ولكن يا أستاذ صلاح لم يحاسب أحد، لم نرى أحدا قد وقف أمام العدالة بتهمة التقاعس عن محاربة الفساد، أو لربما في بعض الأحيان كما ذكرت التورط به. مهمة من هذه؟ مهمة شعب ثائر أم قوانين نحن بحاجة إليها أم إرادة؟ يعني الشعب الثائر، يعني إحنا بعد يومين تكون الذكرى الأولى لانتفاضة الشعب العراقي، الانتفاضة العظيمة والكبيرة التي انتفض بها الشعب العراقي ورسم ما يحدث اليوم بدماء المتظاهرين. يعني الشعب قام بدوره اليوم على من يريد أن يثبت ويبرهن أنه ضد الفساد عليه بدعم إجراءات الحكومة. اليوم مجلس النواب مطالب بإثبات نفسه. مجلس النواب للأسف خلال الفترة السابقة احنا شاهدنا أنه هناك تقاعس عن العمل، 4 شهور مرت بدون أي اجتماعات، بدون أي مبالاة للحالة اللي يمر بها البلد. نعم عاد مجلس النواب وهذا واجبه أن يجتمع وواجبه أن يقرر. اليوم أنا أعتقد على رئيس الحكومة أن يستخدم صلاحياته فيما لو تأخر مجلس النواب في إقرار بعض القوانين التي تعيد الحق إلى الموظف العراقي وإلى المواطن العراقي وتعيد هيبة البلد. يعني اليوم السيد رئيس الوزراء من حقه أن يستخدم صلاحياته إذا كانت بعض الكتل السياسية تقف ضد إرادة الشارع العراقي.
طيب سيد صلاح، الموازنة العامة إذا ما أردنا الانتقال في حديثنا إليها، الموازنة العامة للعام الحالي لا تزال لدى الحكومة كما تعلم، يعني بعد أن تم سحبها من مجلس النواب، هل تتوقعون اليوم أن تقوم القوى السياسية بالضغط ربما، أو القوى السياسية المتنفذة تحديدا بالضغط على الحكومة تحت قبة البرلمان حتى يقوم بدوره بإقرارها؟ يعني هو هنا راح يبين أختي العزيزة الكتل السياسية وموقف النواب إذا كان داعم وساند لإجراءات الحكومة في التخلص من القيود الاقتصادية اللي يمر بها البلد، أو إذا كانوا هم من يضعون الحجرة أمام الطريق الصحيح. يعني للأسف إحنا اليوم وصلنا إلى شهر تشرين الأول، فاصلنا يومين عنا فقط، ولحد اليوم احنا نتداول انه الموازنة ستقر او لا تقر. يعني ما فائدة الموازنة اصبحت؟ وصلنا الى مرحلة قبل قليل ذكرناها ان الحكومة غير قابلة على دفع مستحقات مواطنيها. يعني شنو اللي يمنع الكتل السياسية ان تصدر قوانين تدعم الحكومة العراقية؟ هذا هو الاختبار الحقيقي لهم امام الشعب العراقي. من يريد ان يكون مع الشعب العراقي فليثبت نفسه. نعم الأستاذ صلاح الكبيسي القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، كنت في حصاد التغيير، شكرا جزيلا لك. اتهمت لجنة الطاقة النيابية قوى متنفذة لم تسمها بالوقوف وراء استمرار بقاء العراق مستوردا للغاز والمشتقات النفطية. اللجنة أكدت في بيان أن المنافع الشخصية وضغط بعض القوى المتنفذة حالت دون إيقاف الاستيراد، والذي يعتبر من أكبر أسباب هدر الأموال، إذ ينفق العراق نحو ملياري دولار سنويا على الاستيراد على الرغم من امتلاكه للثروات والطاقة والإمكانيات التي تمكنه من تأمين احتياجاته ومن ثم تصدير الفائض، داعية إلى وضع خطة تنموية لخلق تغيير جذري يبدأ بإيقاف هدر الأموال وتحقيق الاكتفاء خلال فترة وجيزة. قال رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير صباح الكناني في تصريح لقناة التغيير، قال إن شركة كيكارد مخالفة لقوانين ضريبة الدخل ولم تقم بتسديد الضرائب المترتبة عليها التي تقدر ب16 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن الشركة تم تسجيلها في مسجل الشركات منذ 6 أشهر فقط. الشركة بالقانون هذه مخالفة للمادة 14 من قانون ضريبة الدخل التي ألزمت المكلف بتقديم الحسابات المالية، وبذلك تحاسب الشركة لخمس سنوات سابقة مخالفة، تعتبر مخالفة إلى المادة 14 من القانون أعلى. ماكو بالقانون تحاسب بالأثر الرجعي بميزان المراجعة، لازم تسوي الضريبة تروح للتدقيق، من التدقيق إلى الرقابة المالية، من الرقابة المالية ترجع النوبة إلى الضريبة، تطلع ضريبتك كم مليون كم مليار، أنت بالشهر عندك توصل 20 و30 و40 مليون دولار، 10% الضريبة 10%، احسب انت على كل مليون دولار 100 ألف دولار، 25 مليون، يعني انت عندك بالشهر تطلع عندك ضريبة تقريبا من 15 إلى 16 مليون دولار، العفو الى بالسنة الى 15 الى 16 مليون دولار. وين هذا التحاسب الضريبي؟ الشركة كيكارد اصلا ما مسجله بمسجل الشركات، شركه كيكارت ما مسجله في شركه في تسجيل مسجل الشركات. هنا رافعين الرقابه، ما مسجله هي، هسه سجلوها، صار 6 أشهر مسجلوها، هي طامه الكبرى. مشاهدي الكرام، والحديث عن الملف الأمني، نعم مشاهدي الكرام، بالحديث عن الملف الأمني وقصف صواريخ الكاتيو الشاي، انضموا إلينا الباحث بالشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم. مرحبا بك أستاذ رعد. إلى حصاد التغيير، لربما الحدث الأبرز اليوم يتعلق باستمرار قصف صواريخ الكاتيو الشاي. الاستنكار لا يزال يترى على هذا الملف سياسيا شعبيا. إلى أين تريد مجامع الكاتيو الشاي قيادة العراق أو الذهاب به؟ تحية إليكم والمشاهدين الكرام. حياك الله. أكيد للمجهول، يعني أي مستقبل أو أي فكرة أو أي رؤية تريد أن توصلها هذه الجماعات عبر هذا السيناريو، عبر هذا يعني التصرف اللي يناقض يعني
الدولة، يناقض فكرة الدولة، وحتى يعيق من خطوات الحكومة ما هي إلا الترسيخ فعلا لمفهوم اللا دولة، ما هو إلا تطبيق أعمى وأهوج لسياسات إيران. هم يجدون أن إيران ربما تتفاوض في جهات معلومة وغير معلومة مع الجانب الأمريكي، وهم مستقتلون لتنفيذ أجندة إيران. يعني هي تريد أن تحشر العراق في زاوية ضيقة، ليس فقط موضوع إحراج السيد الكاظمي، ليس فقط هذه المسألة رغم أهميتها طبعا، ولكنها تريد أن تذهب بالعراق إلى مزيد من اللحاق أو مزيد من التبعية للموقف الإيراني، وهذا يعني شيء مؤسف لا وطنيا ولا حتى عقائديا. يعني يجوز ذلك إلا يعني بالولاءات اللي حقيقة ربما يعني تكتنف هذا الملف، مسيء يعني في كل ظروفه. يعني هو أنت تقول اليوم تطغي، هو اليوم تطغي على الملف فقط، يعني هذا الملف يطغي على الحدث العراقي منذ وقت الفاشل عبد المهدي، ولعله ازداد أو تفاقم في هذه الفترات لأغراض عدة معلومة، منها هي إحراج السيد الكاظمي وحكومته وتعويق تنفيذ البرنامج الحكومي، وأيضا يعني هذه المماحكات على خلفية الانتخابات الأمريكية وما شابه. طيب سيد رعد، أرحب بك من جديد. يعني تكرار هذه الهجمات، إذا ما أردنا الحديث عن مكان وقوع هذه الاستهدافات والهجمات في مناطق تعتبر الأكثر تحصينا وأمانا، أو من المفترض أنها الأكثر تحصينا، ألا يفتح ذلك الباب أمام التساؤلات تتعلق بكيفية وصول المهاجمين أولا إلى تلك المناطق وإفلاتهم من العقاب والملاحقة ثانيا؟ يعني أنا ربما أختلف معك بهالجزئية. يعني المناطق التي تطلق منها الصواريخ ليست محصنة، فيها خليط، وفيها خليط يؤثر عليه نفوذا الجماعات الميليشياوية والفصائل. أنا أقصد المستهدفة. مستهدفة تحصيل حاصل، يعني يعني أنت تقولين محصنة، ربما يعني حتى السفارة وأسيجتها ربما لم تكن محصنة، يعني رغم ما يقال، رغم السيرام، السيرام هو هذا يعني التحصين الدفاعي لم يجنب السفارة هذه. قبل فترة حصل انتشار كبير واسع من أجهزة أمنية معينة في مناطق دائما يحصل فيها، طبعا وهذه بين معلومة بين أنه نفتح نقاش، انتشرت تلك القوات في مناطق واسعة من أماكن انطلاق واستهداف، وبقوا على مدى يومين أو ثلاثة في محاولة لاقتناص هدف ما يطلق الصواريخ. ثقي أنه 3 أيام هذه لم تطلق من تلك المناطق، ومناطق واسعة، مجرد وجود هذا الجهاز أو هذا الجهاز الأمني يعني أو هذه المجموعات الأمنية حتى وإن كانت صغيرة، ولكن شوفي يعني هو وجودهم جعل من هذه الجماعات يعني تقلق وتتردد في إطلاق أي فعالية، وأيضا الناس هناك شعرت بالأمان، لأنه تعرفين حينما ينطلق هذا الصاروخ الأحول إلى تلك المناطق التي تصف فيها محصنة يقلق الأهالي، يقول لك يعني هسه يجون ويقول لك أنت هذا يعني على المستوى الشعبي أستاذ رعد، ولكن أيضا على المستوى السياسي. خذ مثلا اليوم السيد عمار الحكيم يقول تكرار استهداف المنشآت، وأنا هنا أقتبس من تغريدته، تنم عن وجود مخطط لتدمير البلاد. إذن القوى السياسية كما المواطن تعي بأن هذه مجاميع الكاتيوشا تريد للعراق شرا، من الذي يتحرك؟ تتحرك أجهزة أمنية. طيب الأجهزة الأمنية تحتاج إلى قرار سياسي، ليس كذلك؟ بالتأكيد، والموضوع كله يعني يحتاج إلى قرار سياسي في معظم هذه الملفات الأمنية وحتى غير الأمنية، معلوم هذا الشيء، ويعني ليس بجديد. لكن
دعني هنا يعني أقترح على هؤلاء المتفيقهين يعني تالي زمن يعني أنه يعني اليوم من صارت العملية السياسية إلى الآن ونعمل بداعي المصادفة يعني خلها على زقاطها ردات الفعل عفية ما يعرفون يعني هم من هم هاي الجماعات ليسوا بجهة أمنية يعني شوف أستاذ علاء هم من طلعوا جهاز مكافحة الإرهاب يريدون يعني يصدون أحد الفصائل قامت قيامة الدنيا وفزعت الأحزاب وراحوا على مكان عشيرة غير محصن قامت قيامة الدنيا والأحزاب لو بس يعرفون هالمجاملة ويعرفون هذا التدبيج البيانات الإعلامية اللي وكأنه يشعرون أنه توهم عرفوا يعني مثل ما هم البيانات مال الرئاسات الثلاثة مدن الأربعة هم ينعبالك توهم عرفوا يعني بالمسألة واحتاطوا ويريدوا يبررون ذمتهم قدام المجتمع والمجتمع الرأي العام والمجتمع الدولي هذه يعني حقيقة تحتاج إلى فرز هم يجتمعون ويلتقون لأنه أول تالي الرأي والشور عندهم يلتقون السياسي ويعملوا فرز للفصائل يعني هنا من هنا تبدأ عملية الحل إذا أرادوا هذا فصيل تابع للحشد الشعبي رسميا وللهيئة وبختم ومهر وبعلامة وفسفورة وذاك الفصيل الآخر يجي وينقاد ومع الحشد أهلا وسهلا يندمج مع عناصر الدولة أهلا وسهلا ما يندمج ذاك دربوا على إيران لأنه يفزعون ويوالون وهم اسمه ولائيين هذه نقطة ليش يجاملون ويشبعون بهالبيانات والإنشائيات يعني هي هذا مختصر مدخل للحل ما دمنا نتحدث عن البيانات والإدانات أستاذ رعد يعني يوميا ما نسمع هذه الإدانات للهجمات والاستهدافات يعني الموجهة للمدنيين يعني كتل سياسية تدين فصائل مسلحة بنفسها تدين وتجب كل ما يحصل من الذي يستهدف أو يقصف إذن يعني تماما كموضوع الفساد الجميع يود محاربة الفساد فمن الفاسد الجميع يدين الهجمات فمن الذي يقوم بتنفيذها يعني الكف عن الإزدواجية وتحديد المسؤولية هذه تحتاج شجاعة ما عنده شجاعة من الجماعة القيادات أعتقد لو يحيد نفسه أحسن لا يظل بهالمسرح هذا يعني هو هذا مو مسرح دمى يعني هذا مصير الناس يعني كما قلت لك أنه يعني الأهالي والناس اللي ينطلق من عندها المناطق اللي تنطلق من عندها تلك الصواريخ هي مهددة لأنه تجي الأجهزة الأمنية يعني تعمل سيناريوهات حواليها وأنتوا أطلقتوا وأنت لا مو جماعات وهم أصلا ما يستجرؤون يذكرون اسم الجماعات فهم المبتلين هاي أولا واللي ينطلق عليهم الصواريخ كما شاهدنا اليوم هذه المجزرة اللي حصلت أيضا هم المبتلين فهم يعني هم ناجين من عدها الفصائل ولا الجماعات السياسية واللي واقع بها الناس والأهالي فحقيقة تحتاج إلى فك هذه الازدواجية والتحدث بصراحة وشجاعة أمام الشعب بضمنهم الرئاسات الثلاث أو حتى الرابعة القضائية تحتاج إلى تحديد مواقف تسمي الأسماء بمسمياتها وحتى السيدة صدر تو طلع تغريدة وهم ما مسمي الأسماء بمسمياتها نتمنى لأنه نعرف هو يعني يمتلك الشجاعة لأنه هي إذا بدت من عند الأحزاب الأخرى وتشجع الرئاسات أيضا والأحزاب وقيادات ولكن سيد الصدر أستاذ رعد هنا فقط سيد الصدر دعا إلى أن يكون هناك تحقيق دعا إلى أن يتم معرفة هذه الفصائل ألمحه بصورة قد تكون مباشرة وغير مباشرة إلى الحشد الشعبي بعض الفصائل بأنكم نعم تستنكرون لكن هذا ليس كاف عليكم أن تفصحوا وتفضحوا هذه الجماعات اليوم أيضا عادل يحذر من لربما حرب طائفية شيعية الولايات المتحدة الأمريكية تضغط وما يعني الحديث عن إغلاق السفارة الأمريكية وتداعياتها إلا دليل واضح على وجود ضغط هناك أطراف جميعاً تضغط هل تعتقد بأننا سنصل إلى نهاية لمسلسل الكاتيوشا؟ لا أستبعد طبعاً أنه توجد نهاية ربما يعني تقييد أو وقف جزئي لأنه موجود هذا الانفلات السلاح نتحدث عن فرز الجماعات المسلحة عن الحشدية والآن نتحدث أيضاً عن الانفلات في السلاح وهذه الملفات هي كانت يعني
المدخل للعلاج الحقيقي لهذه الأزمات. بدونها طبعًا أنت لأنه سلاح منفلت وهي هو اللي يجي طبعًا، فما الانتشار يشمل كل البسيطة يعني كل الأراضي يعني والمناطق ولا يعني صعب صعب. ولكن أنا أقول لك تسيير الدوريات الشاملة يعني جيش مليوني، جماعات مسلحة تابعة للدولة مليونية، أجهزة، ربما الجهد الاستخباري، أنا أقول لك جهد الاستخباري يفعل فعله، ولكن ما أن يتوجه لاقتناص الهدف إلا تجد له ظهورا وجماعات وإسناد. طبعا هذه من الصعب أنه تقضي عليها لأنه هذا عنصر المجاملة هو اللي يعني أثر. هذه مسؤولية الدولة ككل، يعني يريدون يحسبوها مسؤولية الحكومة بأغلبيتها الشيعية، لا يقولوا لي شراكة، الشراكة معلومة، شراكة بالقرار يعني نعرفها، ولكن الجهة الأغلبية الحاكمة المتنفذة النافذة هي اللي تقرر. يعني احنا مو نظل تحت هذه الحجة انه والله لا تشتعل مثل تهديدات المالكي، لا تشتعل الحرب الأهلية، ها لا ما حرب شيء شيء. ولهذا قلنا استاذ نحن بحاجة الى امر سياسي قبل كل شيء، أمر سياسي. هم جماعة من قبل من 2003 من وقت المعارضة هم ما متجانسين يا أخي. إمتى تريدون أمر سياسي أو توافق سياسي؟ ما يحصل هذا التوافق السياسي، لأنه أنت هسه على أبسط تعيين مدير عام تهيج الدنيا. هسه ما جاء شوف الوقفة السني مو كلها قلبت، حتى الخط الشيعي هم يندخل على الموضوع. فالتجانس صعب والله إذا ما ضغط دولي ها يوجه أو يعطي شيء من سند لاغتنام فرصة من قبل السيد الكاظمي ولا حتى الجماعات الحزبية، ما يخف الضغط الإيراني مطلقا، لأنه هذه المسألة فيها معادلات ومعادلة دولية صعبة ربما يطول شرحها. طيب سنكتفي بهذا القدر إذن. الباحث بشأن العراقي السيد رعد هاشم، كنت ضيفنا في الحصاد، شكرا على كل المعلومات والإيضاحات التي تفضلت بها. هذا وطالب الكناني عبر منبر قناة التغيير وسائل الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى بعرض نتائج التحقيق بملف الكيكان على الشعب العراقي، مشيرا إلى تورط العديد من السياسيين والشخصيات الكبيرة بالملف المذكور. إذا انعرض التحقيق على الشعب العراقي إلا تهتز المنظومة السياسية. أنا أدعو من منبرك مثل ما دعا جنابك الكريم في بداية الحديث من دولة رئيس الوزراء ومن رئيس الجمهورية ومن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد الانتهاء من التحقيق، عرض التحقيق إلى الشعب العراقي ليعلم من هم الفاسدون، ليعلم كم برلماني مشارك بهذا الفساد، كم سياسي مشارك بهذا الفساد، كم واحد يعني ناس إعلاميين سياسيين برلمانيين مشاركين في هذا ملف الفساد. الأرباح توصل إلى 20 و30 مليون دولار بالشهر أستاذ نجم، والكل ماخذه، اغلب 90% ماخذه رشاوي وساكته عن كيكارد. كيكارد صار له من 2009 لهذا اليوم يشتغل بدون اجازه رسميه، واتحداهم اذا طلعوا اجازه رسميه. وبالدليل هنا أنا مسجل الضريبه العامه اثبتت بالتحقيق وبالتدقيق العفو وبالتحقيق تشكيل لجنه تحقيقيه بمخالفات شركه كيكارد والتهرب الضريبي لمدة من 2009 العفو من 2014 إلى غاية 2019. كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل عمليات ضبط مخالفات في مديرية البلدية ودائرة البريد في محافظة كربلاء. نعم، الهيئة أكدت في بيان تمكن ملكاتها من رصد قيام بعض الموظفين المسؤولين عن الخزنة والحسابات في دائرة بريد كربلاء بإخراج المبالغ الموجودة فيها أيام العطل لغرض تشغيلها. تبين بعد عملية جرد القاصة وتدقيق أوليات الإيداع الخاص بالقيود والسحب ومستندات الإيداع وجود نقص بالمبالغ المودعة، فضلا عن وجود مبالغ أخرى مسحوبة من أحد المصارف الحكومية بالمحافظة بموجب صكوك لم يتم ذكرها في كشف الحساب. مضيفة أن ضبط مخالفات في مديرية بلدية المحافظة تمثل بوجود تواطؤ بين أفراد بقسم الموارد البشرية مع جهات أخرى بغية الحصول على رشا مقابل عدم تسجيل السعر الحقيقي للتبليط. هذا وجددت وزارة المالية تأكيدها
سعيها الجاد للإيفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. الوزارة نشرت بيانا على موقعها الرسمي أكدت فيه أنها تبذل جهودا في ظل ظروف استثنائية تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية وجائحة كورونا، والتي أدت بمجملها إلى نقص السيولة المتوفرة للدولة في ظل التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي، مبينة أن الحكومة سعت لاستصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا لتأمين الرواتب والنفقات الأساسية الأخرى. وأضاف البيان أن الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية لعرضها قريبا على مجلس النواب، وستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي إضافة لمضيها بالإعداد لمشروع موازنة العام المقبل بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. هذا امه شوفه، هذا امه راحت العزيزة، العزيزة راحت. استشهاد 6 أشخاص من عائلة واحدة بسقوط صاروخي كاتو يشيع على منزلهم ببغداد، والكاظمي يأمر بفتح تحقيق فوري ويشدد على منع العصابات من تنفيذ مآربها. الكاظمي يؤكد لوزير دفاع إيطاليا أن حكومته تواجه تحدي السلاح المنفلت، وخبراء يرون أن العلاقة بين بغداد وواشنطن تمر بأزمة حقيقية ومفتوحة على كل الاحتمالات. مع قرب سنويته الأولى، شيخ جمال الضاري يؤكد أن ثورة تشرين رسمت ملامح جديدة للعملية السياسية في البلاد، وشباب التحرير مستمرون بترديد نريد وطن. بتصنيفه أحد كبار الفاسدين، اعتقال المتهم سعد جميل هويدي مدير دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية وفق قانون تصل عقوبته للسجن ل10 سنوات. شكرا مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله ورعايته.